الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أبو عبد الرحمن. الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي حبر العربية وأبرز أعلامها. ولد في العام المتم 100 من الهجرة. بعضهم قال إنه ولد في عمان على شاطئ الخليج العربي، لكنه عاش في البصرة. أبرز شيوخه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وعثمان بن حاضر الأزدي، وكان أبرز تلاميذه سيبويه النحوي البصري حجة العربية، والليث بن المظفر الكناني والأصمعي والكسائي. إن من أهم ما أذاع شهرة الخليل في الآفاق هو كتابه ومعجمه البكر من نوعه، كتاب العين. ولقد وسم الخليل كتابه المعجم هذا بأول حرف اعتمده وهو العين، وهو الذي اكتمل على يديه صرح النحو، وهو من ابتدع علم العروض بعد استقراء الشعر العربي، فاستطاع أن يحصر موسيقاه في 15 وزنا، سمى كل وزن من هذه الأوزان بحرا. توفي في أحد مساجد البصرة وهو يعمل فكره في إحدى المسائل، فصدمته سارية المسجد وهو غافل عنها بفكره، فانقلب على ظهره، فكانت سبب موته رحمه الله 70 و100 من الهجرة.